أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل يا ربي على خير خلقك محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا باب نجاة الأمة سيدي، طبت وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد عن أهل بيت النبوة صلوات الله عليهما من روعى مؤمنا حرم الله عليه ريح الجنة. عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله تعالى لكم العزاء، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بالثأر مولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه مع وليه القائم من آل محمد ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كثير من الموارد القرآنية التي نقرأها أو نستمع إليها التي تدل على المؤاخاة والأخوة فيما بين المؤمنين فيما بين المسلمين. طبعاً المسلم هو أخو المسلم هكذا، والأخ هنالك أمور كثيرة إذا آخيتك راح يحرم علي دمك ومالك وعرضك إلى آخره، هكذا صير مؤاخاة بين الاثنين. الله سبحانه وتعالى يذكر المؤاخاة، يذكر الأخوة في القرآن الكريم، وبالمقابل يذكر إن المولى سبحانه وتعالى الذي يقف في وجه المؤاخاة هكذا، لأن المؤاخاة هدف سامي بين الأخوين بين المسلمين بين المؤمنين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول الإنسانية، النبي
أيضا أكد على هذا المبدأ حتى آخى بينه وبين علي عليه السلام، تآخى كل واحد مع الآخر حتى إن المصطفى آخى عليا عليه السلام. وكذلك إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تآخى مع علي وتآخى كل صحابي مع الآخر، هنا أصبح فيما بينهم مؤاخات، أي إن للأخ حقوق على أخيه المسلم أو أخيه المؤمن. يعني أنا عندما تكون أخويا أو أكون أخوك، وإن شاء الله إحنا كلنا أخوة، يعني أنا إلي حقوق عليك وأنت إلك حقوق علي، هكذا تكون علينا حقوق. هنا المجتمع المسلم بصورة عامة، نتكلم عن المجتمع المسلم بغض النظر عن الطوائف وعن المذاهب، إن شاء الله كلنا أخوة، خصوصا الآن نحن نحتاج إلى المؤاخاة، نحتاج إلى التكاتف، نحتاج إلى وقفة واحدة بوجه أعداء الإسلام. هكذا أعداء الإسلام لازم كل إنسان يوقف بوجه هاي الانحرافات اللي جاي الضر بمن، ما نقول الضر بالإسلام لأن هؤلاء ليس بمسلمين. إحنا حتى المقابل عندما يسمعنا ما يجي مثلا يحسب هاي الأفكار المنحرفة، يحسبها على من؟ يحسبها على الإسلام. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن دين الإسلام عبارة عن مؤاخاة، عبارة عن أخوة، عبارة عن خلق، هكذا. فإذا هذا الإنسان أفكار ضالة، أفكار مسمومة، أفكار منحرفة، أفكار تضر باسم الإسلام، هذا نحسبه على الإسلام؟ نقول هذا مسلم؟ ما نقول هذا مسلم. ليش ما نقول هذا مسلم؟ لأن أفكاره، كل الأفكار اللي يحملها تكون عدوة لمن؟ لرسول الإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الحديث اللي ذكرناه في بداية مجلسنا، ماذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام: من روع مؤمنا، في رواية أخرى من أدخل في قلب مؤمن ماذا؟ رعب. شبيه هذا اللي يدخل في قلب المؤمن الرعب أو يروع المؤمن، يعني خوف المؤمن، ماذا؟ الحديث يقول ليحرم الله عليه ريح الجنة، يعني ما يشتم ريحة الجنة، ما يشتمها. شلون هاي؟ يعني ما يعرف اسم الجنة بعد، كل البعد عن الجنة. زين احنا هنا نجي نوقف عند هذا الحديث ونقول كم ممن ينتسب إلى الإسلام ويقول أنا مسلم وأنا على دين الإسلام وعلى ملة رسول الله، أريدك تنتبه لزين، وأنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالمقابل ماذا؟ تشوف شلون يدخل مو رعب مرة واحدة على قلب المؤمن، ها؟ تشوف كيف يعادي، يناصب العداء لمن؟ إلى المسلمين بصورة عامة. ربما هذا العداء حتى يؤدي إلى قتل، يؤدي إلى انتهاك إلى حرمات الله سبحانه وتعالى. وقبل شوي ايش قلت لك؟ أنا قلت لك المؤاخاة، قلت لك المسلم أخو المسلم، وإذا آخيتك ماذا؟ يحرم علي بعد وتحرم علي كثير من الأمور، كما إن هنالك حقوق نتبادل له. أنا أريدك تنتبه لي، أريد أوصل إلى نتيجة في كلامي هذا. فلذلك اتنبه لي زين،
إن هذا الذي يدخل الرعب في قلب المؤمن على قلب المؤمن، ماذا يقول الحديث؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يصنع له؟ ماذا يفعل له؟ يحرم عليه ريح الجنة. زين، شنو رأيك بواحد مثلا على نسوة وعلى أطفال ويطلع عضلاته ويبرز العضلات مالته؟ قصد علي من اجى هسه على جيوش بني أمية اللي قاتلت الحسين. احنا جاي نعيش بهاي الأيام أيام زيارة الأربعين للمولى أبي عبد الله الحسين. هنيئا لمن زار الحسين، نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من زوار المولى أبي عبد الله. فعمر بن سعد القائد الأعلى للجيش المعادي في كربلاء، هسه واحد يقول هو عمر بن سعد الرجال ينفذ أوامر، طبعاً هو طبعاً كلهم ينفذون أوامر. الأمر منين هو الأمر؟ من الخليفة الأموي، من الخليفة السادس، الإمام السادس اللي نصبه ابن تيمية يزيد بن معاوية. تشوف أنت كيف أدخل الرعب على قلوب عيال الحسين وما كان في الخيام. شنو اللي موجود بالخيمة؟ كان موجود نساء وأطفال أيتام في الخيام، ما موجود غير هاي الأشياء. الإمام السجاد كان علي المريض لا يستطيع النهوض كما تصفه الرواية. بعد يزيد وأفعال يزيد، إحنا مو من باب الطعن، إحنا دائما نقول على المنبر نناقش نقاش علمي، احنا لا نسب ولا نريد نطعن ولا نريد نشتم، لان مو من اخلاق، ليس من اخلاق النبي صلى الله عليه واله. مدرسه النبي ما علمتنا هاي التعاليم، السب والشتم والطعن واللعن، لا، احنا ضمن الموارد وضمن النصوص اللي موجوده فقط. نشوف النبي يلعن نلعن معه، إذا لعن النبي شخصية أو لعن جهة، نعم يكون هنا نلعن وياه. أما بالمقابل إذا النبي صلى الله عليه وآله، على الإنسان أن يلتزم بأخلاقيات المصطفى صلى الله عليه وآله، ويكون النقاش دائما نقاش علمي وأثر علمي، خصوصا إذا أنت تريد تنصر إسلامك، تنصر مذهبك. شلون تنصر الإسلام وتنصر المذهب؟ طبعا تنصر الإسلام وتنصر المذهب تنصره بالسب والشتم والطعن. تشوف اليوم للأسف الشديد وصلنا إلى هذا الحال اللي موجود. أي حال وصلنا إليه؟ وصلنا عند الطرفين إذاعات فضائية، هذا يلعن وهذا يلعن، هذا يسب هذا يسب، هذا يشتم هذا شو يسوي؟ يشتم. والنتيجة شنو النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ هل بهذا العمل وحدنا الإسلام؟ هل بهذا العمل نحفظ فيه الدماء؟ هل بهذا العمل هنالك تقارب بين الأخوين؟ ما راح يكون تقارب، لكن لو كان النقاش علمي، نقاش أخلاقي، نقاش تربوي، يغير من واقع الأمة لو ما يغير من واقع الأمة؟ يغير. الإمام الحسن سلام الله عليه، شوف إمامنا الحسن، الإمام شتم شامي، شتم الإمام وشتم أمير المؤمنين، الإمام الحسن يتبسم له، ما رد عليه الشتيمة بالمقابل. وين العالم الإسلامي؟ وين العالم الإسلامي اليوم؟ خلي ياخذ من هذه الأخلاق، بل على العكس، إن الإمام ماذا يرد عليه؟ يقول له إن كنت جائعاً أشبعناك، إن كنت عرياناً كسوناك، إن كنت محتاجاً أغنيناك، وإلى آخر الحديث الإمام يتكلم له. أثر بكلام الإمام. ليش أثر بكلام الإمام؟ الإمام لو راد عليه بالسب ويشتمه ويلعنه يتأثر بالإمام؟ طبعاً ما يتأثر بالإمام. ولذلك
وقع على قدمي الإمام ماذا يقول له؟ إن الله أعلم أين يضع رسالته. ووالى الإمام سلام الله عليه ومش على نهج الإمام. زين احنا اليوم هذا مسوي له فضائية وهذا مسوي له فضائية، هذا يسب وهذا يسب وهذا يشتم وهذا يشتم، ويا اللي واقع بيها واقع بيها الفقير، ترى الله وكيلك، الناس الفقراء اللي توقع بهاي المشاكل مالتهم يأججون نار طائفية يغنون عليها حتى هذا يظل يقتل هذا وهذا يضرب هذا وهذا يشتم هذا وهذا يلعن، وتأمر بين أمرين الشعب واحد يأكل الثاني وما يدري شنو النتيجة. والطائفية هي مقبرة للأوطان هكذا، لأن الأخ يقتل أخيه، المسلم يقتل المسلم، المؤمن يقتل المؤمن، وهذا ليس من أخلاقيات النبي صلى الله عليه وآله ولا من أخلاقيات ممن يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا دائما نكون قدوة لغيرنا، نقتدي بقادتنا ونقتدي بأفعال قادتنا، لكن كل هذا يرجع إلى أصل، إلى بذرة، وهاي البذرة طالما أهل العلم المثقفين ماذا شرادوا، رادوا من كل مؤمن، من كل مسلم أن يتصدى إلى مثل هذه الأفكار. أي أفكار؟ أفكار بني أمية. لمن أقول لك أفكار بني أمية، ترى سبب الفساد والانحراف اللي موجود اليوم منين؟ هي من أفكار بني أمية، من قادة الدولة الأموية هكذا، من هؤلاء القادة. تشوف مثلا الوليد، تشوف يزيد، تشوف معاوية، تشوف غيرها، تشوف أفعالهم وتطلع على أفعالهم، وبالمقابل هنالك ممن يرعى هذه الأفكار ويدافع عن هذه الأفكار، وتشوف كل فضيلة يجيبها إلى هاي الدولة. من هذا؟ ابن تيمية. هسه احنا مو مقام الاستخفاف بأي عقل وبأي شخصية، لكن دائما نتكلم ويا ابن تيمية من خلال النقاش العلمي، ونقول له يا ابن تيمية أنت تدافع عن الخليفة الأموي، تدافع عن يزيد بن معاوية، هذا الدفاع كيف يكون؟ وإحنا راح نذكر أفعال يزيد وأنت تذكرها يا ابن تيمية، أنت اللي تذكرها في مصادرك في مؤلفاتك، أنت تذكر هاي. إحنا ما راح نجيب من عندنا ولا راح نتعرض ليزيد من مصادرنا ولا من أقوالنا، أنت راح نذكر لك هذه المصادر، وعلى كل عاقل على كل إنسان يشاهد هذا البث المباشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عالم النت، وكثير من إخواننا يشاهدونها، نقل لهم هاي المصادر اللي موجودة وهاي المقاطع التي كتبها وسجلها ابن تيمية التي يذكرها ابن تيمية. وبالمقابل على كل إنسان، لأن أعيد هاي الكلمة دائما أعيدها، أقول الله سبحانه وتعالى أنعم علينا ورزقنا بماذا؟ بنعمة العقل. إذا الله أنعم علينا بنعمة العقل لازم نأخذ الكلام إذا كان بماذا؟ بدليل. ها، وهذا الدليل اللي ذكر ابن تيمية، اللي ذكر المدافع الأول عن النهج الأموي، ونقل لهم هذا خليفة المسلمين. أي خليفة لمن؟ إلى المنهج التكفيري، المنهج الداعشي. هذا ما يذكره ابن تيمية
هذه أفعال خليفة الدواعش، إمام الدواعش. إيش يذكر؟ اتنبه لزين، نقرأ هذه الرواية، نستحضر هذه الرواية ونقرأها ما جاء به ابن تيمية حتى نقف عندها ونبدأ بالكلام مع ابن تيمية ونقول له: يا ابن تيمية، أنت الذي تذكر هذا المورد، المصدر وين المصدر؟ راح نذكره إليه. ها؟ اللي دافع عن ابن تيمية واللي يتعاطف مع ابن تيمية، نقول له هذا الحديث واذهب بنفسك طالع. وين هذا الحديث؟ في مجموع فتاوى ابن تيمية الجزء الثالث، ابن تيمية العقيدة، كتاب. هذا الكتاب حتى خاف واحد يريد يرجع مثلا، كتاب مجمل اعتقاد السلف، الوصية الكبرى، فصول في بيان أصول الباطل التي ابتدعها من مرق من السنة، فصل في الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة. هذا المصدر، نعيده لو نكمل، نكمل إن شاء الله. هذا المصدر شو يقول ابن تيمية؟ قال ابن تيمية: الأمر الثاني، إن أهل المدينة النبوية، إن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعة يزيد. قبل كم يوم من أخواننا اللي يتابعوا من خلال البث قالوا: كمل الرواية ثم علق عليها، لأن قالوا يعني من خلال التعليق، من خلال التعليق، من خلال الرواية ربما يصير عندهم شلون مداخلة بالأمر، يعني عدم الصورة تصير غير واضحة. فأنا راح أكمل الرواية ولا إشكال أن أرجع مرة ثانية حتى نعلق على ما يذكره ابن تيمية. فابن تيمية قال: ابن تيمية: الأمر الثاني، إن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعة يزيد وأخرجوا نوابه وأهله، فبعث عليهم جيشا وأمره إذا، هذا الكلام لابن تيمية، وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا. فصار عسكره في المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون ويغتظون الفروج المحرمة، ثم أرسل جيشا إلى مكة وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة، وهذا من العدوان. وهذا الكلام ما زال، وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمره، ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة المسلمين وأئمة الأمة إنه لا يسب ولا يحب. هاي نص الرواية، نص كلام ابن تيمية الذي يذكره ابن تيمية. الآن دعونا نعلق ونناقش ولو بعض الشيء ما يذكره ابن تيمية. قال: قلنا المصدر الذي يذكر فيه ابن تيمية هذا الكلام في مجموع فتاوى ابن تيمية الجزء الثالث. ماذا يقول ابن تيمية؟ قال: الأمر الثاني، إن أهل المدينة النبوية، ماذا فعلوا أهل المدينة؟ ماذا قاموا به أهل المدينة؟ مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله، نقضوا بيعة
يزيد، يعني نقضوا البيعة. لنقل هكذا في الكلام المتعارف هذا اليوم، نقول حدث عملوا انقلابا على من؟ على حكومة يزيد، على يزيد. لماذا؟ يعني خرجوا عن طاعة يزيد، لم يمتثلوا لأمر يزيد، ولم يعترفوا أهل المدينة، ولم يعترفوا بخلافة يزيد وطاعة يزيد وقيادة يزيد. لذلك إن أهل المدينة عندما نقضوا بيعة يزيد وأخرجوا عامل يزيد وأهل يزيد ونواب يزيد، ها؟ ماذا؟ نواب الحاكم نقصد به عندما نقول، لأن هذا الحاكم الذي يمثل يزيد في المدينة، أي إنه يمثل يزيد هكذا، مو شلون؟ العامل يمثل قائده، يمثل خليفته. فعندما نقضوا بيعته يقول ابن تيمية ماذا فعل يزيد؟ فأرسل جيشا لمن؟ إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله. مش طلب من الجيش، خلي بالك وياي، هنا نريد نشوف خليفة المسلمين، إمام المسلمين الذي يضعه ابن تيمية ويعطيه الموقعة رقم 6، يجعل منه إماما من ضمن الأئمة 12 أو 12، يجعلهم ابن تيمية ينطي رقم 6. فأرسل جيشه لمن؟ قلنا إلى المدينة، وأعطى مدة إلى أهل المدينة 3 أيام أن يرجعوا إلى طاعة يزيد. فإن لم يرجعوا ماذا يفعل الجيش؟ ماذا يعمل الجيش؟ هسه الجيش يمثل من؟ يمثل يزيد أو ما يمثل يزيد؟ يمثل يزيد، ها؟ وجايب أمر يزيد. ماذا فعل هذا الجيش بمدينة النبي صلى الله عليه وآله؟ أباح المدينة كم يوم؟ 3 أيام. ماذا فعل هذا الجيش؟ قلنا نرجع إلى بداية مجلسنا، إيش قلنا؟ قلنا المسلم يحافظ على دماء أخيه المسلم لو ما يحافظ على دماء أخيه المسلم؟ يحافظ على دماء أخيه المسلم. من آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول من آذى ذميا فقد خرج عن ملتي. زين، هذا ذمي مو مسلم، يقول ما دام يمشي بطريقه ويجي بطريقه ما مأذيك وما له علاقه بيك، انت شو تسوي؟ تحترمه لو ما تحترمه؟ تحترمه. اذا ما تحترمه، ها، فكيف يا ابن تيميه؟ ان خليفتك، ان قائدك، ان أميرك الذي تعتقد به وتدافع عنه ماذا فعل؟ استباح أعراض البشرية، أعراض المجتمع المدني 3 أيام. بعد قتل من الصحابة، قتل من المجتمع، المجتمع المدني. إذن هذا يا ابن تيمية من خلال ما ذكرت، هل ينطبق عليه مصداق المسلم أم لا ينطبق عليه مصداق المسلم؟ ماذا يقول ابن تيمية؟ وماذا يرد علينا ابن تيمية؟ وماذا يرد علينا أتباع ابن تيمية؟ نقول لهم هذا أميركم وهذا قائدكم وهذا مرشدكم ابن تيمية الذي يدافع عن يزيد، وهذه أفعال ابن معاوية. ماذا نكمل؟ حتى فصار عسكره في المدينة 3 أيام بقي معسكر يزيد في مدينة النبي صلى الله عليه وآله، يقتلون وينهبون ويفطون الفروج المحرمة.
خلونا نوقف شوية. احنا هاي الأمور اللي حدثت في الماضي ترى نفسها جاي تحدث وين؟ بالمستقبل. ها؟ تحدث بالمستقبل؟ لو ما تحدث بالمستقبل، تحدث بالمستقبل. شلون تحدث؟ كل من يسير على هذا النهج من تكفير أموي، تكفير داعشي، كل من يقتل بغير حق، كل من يسفك الدماء، كل من يعتدي على الأعراض، يمثل نهج من؟ يزيد لو نهج الحسين؟ الحسين يصون الأعراض، الحسين صان الدماء، الحسين صان النفس، لكن بالمقابل يزيد ماذا عمل؟ صانها لوهتكها. يزيد هذه أفعاله. فكل من يعتدي على أعراض البشرية، قصده واضح أعتقد، وكل من يأتي ويعتدي على كل مسلم ويقتله ويسحله بالأسواق، شلون جسد مسلم ابن عقيل عليه السلام يسحب في الأسواق في أزقة الكوفة؟ هذا يمثل بالله خط محمد صلى الله عليه وآله، لو براء من خط النبي. الحسين عليه السلام كعبة الأحرار أبي عبد الله. خلونا ناخذ من هاي المواقف لأبي عبد الله، مواقف للحسين الشهيد. كربلاء عبارة عن مدرسة إخواني، كربلاء وطريق الحسين مو بس بكاء، مو بس لطم. لا يابا، منو قال لك الحسين بس بكاء ولطم؟ لا، الحسين جامع أبو عبد الله. تعال أخذ من مواقع كربلاء ومواقف كربلاء، تعال أخذ من مواقف كربلاء ومن مدرسة الحسين، أخذ العلم، أخذ الثبات على الحق، أخذ الانتصار للحق، أخذ العزيمة. أن لا تقول أنا لا أقدر على هذا الشيء أو أن أعمل هذا الشيء. لا، أصحاب الحسين ما قالوا هذا الشيء ولا ناقشوا الحسين بشيء. المفروض من المؤمن، من المسلم، أن يفعل وأن يثبت كما وقف الحسين وأصحاب الحسين سلام الله تعالى عليه. فنكمل حتى لا نريد أن نطيل عليكم أيضا ما ذكره ابن تيمية في مجموع فتاواه، أيضا لابن تيمية الجزء الثالث. انتبه لزين لما يقوله ابن تيمية. ابن تيمية العقيدة، نفس المصدر السابق، لكن لا بأس أن نقرأ المصدر حتى تكون الصورة واضحة. كتاب مجمل اعتقاد السلف، الوصية الكبرى، فصول في بيان أصول الباطل التي ابتدعها من مرق من السنة، فصل في الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة. قال ابن تيمية الأمر الثاني، ماذا يقول؟ روي عن ابن حنبل قيل له، قيل له، انتبه لابن حنبل ماذا قالوا له وماذا يرد، بماذا يجيب؟ قيل له: أتكتب الحديث عن يزيد؟ سؤال جيد. ابن حنبل يأخذون، يعني هكذا يأخذون منه الحديث ويعتبر ثقة من الثقات أم لا يعتبر عندهم؟ يعتبرون ثقة. زين، ابن حنبل جاي يذكر لك هذا الشيء، هسه راح نشوف جواب ابن حنبل.
ليش ما تأخذ به؟ يسأل ابن حنبل، روي عن ابن حنبل قيل له: أتكتب الحديث عن يزيد ابن معاوية؟ فقال: ماذا قال يا ابن تيمية؟ يعني خلي الإنسان يشوف التناقضات اللي موجودة عند ابن تيمية، شقد تناقضات، شقد ازدواجية موجودة. فقال: لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ خذ جواب. يعني هكذا أنت تكتب عن يزيد، لو ما تكتب عن يزيد إيش قال لهم؟ قال: لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ فيزيد عند أئمة المسلمين، نكمل لابن تيمية حتى نعلق عليها ثم نختم مجلسنا، لا نريد الإطالة عليكم. فيزيد عند أئمة المسلمين ماذا يا ابن تيمية؟ شنو عند أئمة المسلمين؟ قال: ملك من الملوك لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه. سؤالنا لابن تيمية، سؤالنا للنهج التيمي، للفكر التيمي، لأتباع ابن تيمية، للدواعش، للتكفير، إلى كل هذه المناهج التي تدافع عن الفكر الأموي. شنو سؤالنا عليهم؟ نقول لهم: إذا كيف يحبونه؟ وما هي الصورة التي يحبونه بها؟ فهل يحبونه محبة الملوك، محبة الفاسقين، محبة ما ذكره أي ابن تيمية؟ ماذا ورد في أيضا لنعزز هذا الحديث لابن تيمية؟ ماذا ينقل الذهبي؟ ماذا يقول الذهبي؟ ماذا جاء عن الذهبي؟ قال: كان ناصبيا فظا عن يزيد، غليظا جلفا، يتناول المسكر ويفعل منكر. هذا منه خليفة المسلمين يزيد ابن معاوية، هذا يزيد وهذه أفعال يزيد. وكربلاء الحسين خير شاهد على يزيد وأفعال يزيد. ماذا فعل يزيد في كربلاء؟ وماذا قدم يزيد في كربلاء؟ قتل أشرف الخلق، سيد الخلق، إمام الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد علي، بعد فاطمة، بعد الحسن. لم يكتفي يزيد ومعسكر يزيد بقتل الحسين، أي جريمة فعلها يزيد وارتكبها يزيد؟ ما اكتفى بس بقتل الحسين، بل مزقوا أوصال أبي عبد الله سلام الله عليه، سلبوا عيال الحسين. مآسي كربلاء ومجازر كربلاء كثيرة. لذلك الإمام الحسين الموقف واحد والموقف ثابت، ما تغير عند كعبة الأحرار. تغير موقف الحسين؟ ما تغير، نفس الموقف. إمامنا موقف واحد لم يتغير قط، قال كلمة لا، وما أجمل كلمة لا من الحسين، هو هذا الثبات على الموقف. أخواني، كنا ننصر الحق إن شاء الله، جلوسنا نصرة للحق، نصرة للمذهب، نصرة للإسلام. دائما كلمة لا في وجه الباطل حلوة. شلون الحسين قال له: لا تبايع لو تنقتل؟ إيش قال؟ نعم لو لا؟ قال: لا، هاي الكلمة التي بقيت. قال: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد.
ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. موقف، ترى الحياة موقف، الدنيا مواقف، الله وكيلك يسجل موقف في خلد التاريخ. قدم، ما لك علاقة، اصنع الموقف، خلي التاريخ يذكرك بالخير. باكر عقبه كنا نروح، تجي أجيال من ورانا راح تتذكر مواقف. أكو مواقف اللي اليوم موجودة في تاريخنا، أكو مواقف تنذكر بحروف من ذهب، وأكو مواقف تنذكر بالسب واللعن، مثل ما تذكر يزيد، مثل ما تذكر أفعال بني أمية. نفس التاريخ ترى يعيد، التاريخ يسجل، التاريخ يكتب، التاريخ ما يرحم واحد، الله وكيلك يكتب التاريخ ويسجل. شو يذكر اليوم عن يزيد؟ هذا اللي التاريخ اللي موجود. يذكر 3 سنوات حكم يزيد، سنة قتل الحسين، سنة استباح بها المدينة، مكة، شو يذكر؟ هو هذا التاريخ ترى ما يرحم واحد. وتعال للحسين شوف شو ذكر التاريخ، من غير الديانات، من غير المذاهب، يذكرون الحسين ومواقف الحسين سلام الله عليه. لذلك يوم كربلاء أكو موقف عظيم لشباب كربلاء. إخواني انتبهوا لهذا الموقف، خلونا كنا نتوجه مع الحسين سلام الله عليه، موقف عظيم للشباب يوم كربلاء. أي موقف؟ موقف الأكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله. علي الأكبر سمع نداء الحق، سمع نداء الحسين، شو قال هذا النداء؟ ألا من ناصر ينصرني؟ يتقدم علي الأكبر، لبيك يا ابن رسول الله، فداك نفسي. الحسين من نظر إلى علي الأكبر وهو أول أهل البيت تقدم يوم كربلاء. بعد ما انتهى دور الأصحاب يتقدم علي الأكبر وهو أول من برز من أهل بيت النبوة، يتقدم علي بين يدي الحسين. الحسين ينظر إلى ولده، أنت شايف الأبو لولا شلون إذا يريد يودع ابنه؟ موقف صعب. والحسين يدري إذا راح يخرج علي الأكبر ويقاتل الأكبر راح يقتل، المصير نفس المصير، لأن يوم العاشر كل من يخرج إلى ساحات القتال شي نادي، نادي السلام عليك يا أبا عبد الله أدركني. هذا موقف. الحسين نظر إلى علي الأكبر، يا الله، قال إليه ولدي علي، إلي إلي. الرواية تقول احتضنه الحسين سلام الله عليه، أخذ يودع بولده علي حتى سقطا على تراب كربلاء. الحسين يحتضن بعلي، ثم نادى بأعلى صوته قال يا عمر، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. اللهم اشهد على هؤلاء القوم، لقد برز إليهم غلاما أشبه الناس بنبيك المصطفى، ماذا نفعل؟ وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى علي. خرج علي الأكبر إلى ساحة القتال، عاد الحسين واقف ينظر إلى صولات الأكبر. الأكبر عندما برز في القوم ظن القوم إن الذي يقاتل علي بن أبي طالب، لذلك يعرفهم يقول لهم أنا علي بن الحسين بن علي، يقولهم أنا مو علي بن أبي طالب. أين شجاعتي من شجاعة جدي علي؟ ما أقدر أوصل لشجاعة علي. يقولهم أنا علي بن الحسين. لذلك الحسين ينظر إلى ولد علي، ليلى تنظر إلى الحسين،
شوف الحسين كيف ينظر إلى ولده، وإذا بليلى تقول يا أبا عبد الله أرى لون وجهك تغير، ماذا حدث لعلي؟ قال يا ليلى يا ليلى لقد برز إلى علي ممن يخاف علي من بكر بن غانم، كان يعد من فرسان العرب من شجعان العرب. قالت ما أصنع يا أبا عبد الله؟ قال يا ليلى ادخلي إلى الخيمة وادعي لولدي علي. ليش؟ لأنني سمعت رسول الله يقول دعاء الأم بحق ولدها مستجاب. دخلت ليلى إلى الخيمة، إلهي بغربة الحسين، بوحدة الحسين، بعطش الحسين، والله طبا يا الخيمة الغريبة وتوسلت لله بحبيبة، والله بحسين وش بيه من مصيبة، يا راد يوسف من مغيبة، والله من مغيبة لعد يعقوب ومسجن حيبة، أنا ريدك علي سالم تجيب. وإذا بعلي عليه السلام رجع إلى الخيام ينادي أبا العطش قتلني وثقل الحديد أجهدني فهل لي من شربة من ماء؟ يقل لأبويا شربة ميه لكبدي، بويا أتقوى ورد للميدان، والله وحدي بويا الفطر كبدي وحق جدي، والله العطش والميدان والحار. قال بني ارجع إلى المعركة، ما أسرع لحقوقك بجدك المصطفى. رجع علي ما هي إلا لحظات وإذا بالنداء أبا يا حسين أدركني. يقول الرواة عندما جاء الحسين جلس عند رأس الأكبر أخذ يمسح الدم عن وجه الأكبر حتى امتد الحسين بجنب علي. يقول أبو يا علي بطل ونينك، والله ونينك بو يا أدر الأعادي باهي ضينك، والله باهي ضينك بو يا بيضي وصواري موزعينك. يقل لأبو يا علي يا فتشة العين، والله العين بو يا صواب اللي أجعك وين، والله يا ابني لا تظل تدير العين نوب يسرى ونوب اليمين، يا اي اي والله نوب يسرى ونوب يا ابو اليمين، يا كوكبان ما اقصر عمره يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج، اجعلنا من اعوانه وانصاره والراضين بفعله يا الله. اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله خيرا كثيرا لنا يا رب. اخوان الحاضرين ممن سألون الدعاء، اللهم اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج. قمر بن هاشم عاف وشاف كل مريض بمريض كربلاء، زين العابدين، اللهم احفظ العراق وأهل العراق وادفع عنا كيد الدواعش والتكفيرين يا الله. إخوان القائمين بهذا المجلس تقبل منهم بأحسن قبول يا الله، اجعلنا وإياهم من السائرين على نهج المولى.
أبي عبد الله الحسين لأمواتكم ولموت السامعين وإلى شهدائنا شهداء المبدأ والعقيدة وإلى السيد الجليل عبد الرضا الصرخي الحسني رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.